في نفس الوقت هنالك آخرين هم غير حلفاء للأمريكان وهم غير ملزمين بتنفيذ هذه العقوبات ولكن مضطرين بتنفيذها لأسباب أنه التعاملات العالمية بالعملة الصعبة وهي الدولار العملة الأمريكية وهنا راح هذه الدول أو الشركات العابرة للجنسيات يعني متعدد الجنسيات إن لم تنفذ هذه العقوبات هي أيضا ستعاقب وهنا ممكن الإشارة إلى قضية ما ذكرتها في أنه هي سيف ذو حدين سيف ذو حدين مو في أغلب الأحيان تكون على الولايات المتحدة الأمريكية ولكن قد تكون على حلفائها قد تكون على الدول غير الحليفة للأمريكان ولكن المضطرة في تنفيذ اتخاذ هذا القرار أو الشركات لأنه في اتخاذهم هذا القرار راح تسبب لهم أضرار بمعنى أنه الشركة اليوم ما توقف تعاملاتها مع دولة عراقية مثلا مثل العراق أو إيران أو روسيا طيب هذه الدولة هاي الشركة وين راح تشتغل وين يعني مبيعاتها شلون تنفذ المردودات مالتها ممكن تكون متراكمة في بنوك معينة راح تتجمد هاي كلها لها تأثيرات هنا الولايات المتحدة الأمريكية تكون مضطرة لتعويض حلفائها أو لتعويض الجهات التي تنفذ قرارات الولايات المتحدة الأمريكية وهي تخسرها هنا يرجع المردود النتيجة على الأمريكان تخسرها في بعض الأحيان يعني جوانب يعني مالية كبيرة في تعويضات أو معالجة الأزمات التي تترتب عند حلفائها بتنفيذهم قرارات الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه العقوبات إذا كانت على دول أو أشخاص.